وخدنا البطوله، خدنا الدوري قبلها بست سبع اسابيع. الماتش ده احنا لعبنا ازاي؟ فوجئنا ان مانويل جوزيه قبل المباراه نده علينا، تعالوا اسلام وبركات تعالوا، انت مش قال لي انا كده، قال لي انت مش بتحب ان بركات يلعب قدامك؟ هيلعب قدامك اهو يا عم الماتش ده، يلا يا عم شوف هتعمل ايه. وقال لي بركات وقف على نص الملعب ناحيه اليمين خالص فاتح خلاص، هيجي معاك الباك ليفت، كان طارق السيد، وطارق معروف ان هو بيهاجم بشكل جيد يعني، فهيقف معاك، فهيبقى عندك مساحه فاضيه يا عم اسلام، هتتلعب لك الكوره ناحيه اليمين تمشي شويه، وتتلعب لك من شوقي ناحيه اللي بتاع بالعرض. اه كسبنا 2-0 الكورتين، واحد لابوتريكا وواحد متعب 18 دقيقه وعمل الراجل تغيير بتاع الزمالك، المدير الفني للزمالك عمل تغيير، طلع طارق السيد ونزل وجاب ابو العيله باك ليفت تقريبا يعني على ما اتذكر. فقصدي اقول لك ان هو عمل ليه القصه دي كلها، لانه الفتره دي كنا بنلعب من نص، لعبنا نص الملعب الماتش ده بس، الماتش ده بس لعبناه من نص، كل الفرقه كانت بترجع تقف على نص الملعب كده وتنتظر، فكانت الناس كلها ايه اللي بيعمله مانويل جوزيه ده؟ ف 2-0 في اول ثلث ساعه، طبعا الدنيا الشوط الثاني بقى غير وعمل، لكن في النهايه انا اقصد اقول لك ان هو اكيد الراجل عارف الكلام ده كويس طبعاً. فاهم انه ان الفتره اللي جايه هي فتره صعبه، فتره صعبه من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه كمان جوه الملعب يا محمد، لكن انت عندك لعيبه ابطال زي ما احمد قال وزي ما كريم، كلنا بنتفق على هذا الامر ان اللعيبه دي جابت يا جماعه بطولات كتير، مش معنى ان هي مستواها ينزل ان احنا نشوف. انا النهارده زي مش زي يعني قلبي وجعني والله لما شفت اللعيبه كلها عيني نازله باصه في الارض كده، افتكرت ايام كده، بس احنا كانت ايامنا كلها على طول بنكسب فما كانش، لكن فحاطينه شوف في الارض كده، حسيت ان الموضوع صعب برضه، ان انا شوف علي معلول بهذا الشكل دلوقتي، علي معلول ترند على تويتر، شوف فرحه قلبه دلوقتي لما يلاقي كل جمهور النادي الاهلي واقف معاه، شوف فرحه قلب الشناوي لما يلاقي كل جمهور النادي الاهلي واقف معاه، محمد مجدي قفشه شريف، شوف اللعبه دي هتبقى عامله ازاي يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. يمكن الاحداث اللي حصلت في الايام اللي فاتت خاصه بعد مباراه بيراميدز تحديدا يعني وضعت الجميع امام مسؤولياته، سواء الجماهير او معلش يا محمد وانت بتتكلم، احنا حاطين الكاسي اهلاويه، الكاسي اهلاويه ده الهاشتاج اللي اي حد من حضراتكم عايزين يسال كريم، يسال ايمن، يسال احمد، يسال محمد، يبعت لنا اي سؤال وانا هقوله على الهواء دلوقتي مع حضراتكم، اتفضل يا محمد. فوضع الجميع امام مسؤولياته سواء الجماهير او اللاعبين، يمكن اللاعبين حاسين بالمسؤوليه بعد مباراه بيراميدز، الضغط الجماهيري زاد بعد مباراه بيراميدز، المسؤوليه وانت بتلعب اهم مباراه ليك في السيزون مضاعفة. الأولى إنك تحصل على بطولة تبقى إن تدخل السيزون تاني، التانية إنك بتصدر ضغط عكسي للمنافس بتاعك، لأنه هو نفس المنافس فاينل الكاس هو الزمالك، هو نفس المنافس بتاعك على بطولة الدوري. مهم جدا إنه ريكاردو سواريش بيراميدز دخل دلوقتي أكيد، لكن بيراميدز شوية بيفقد النقاط بسهولة أكتر من الأهلي والزمالك. ريكاردو سواريش هو في مرحلة التعلم، وده لازم نعيه جيدا، الراجل بقاله 17 يوم، فدرس في مباراة فيوتشر، درس رغم ان احنا كسبنا 4، درس وهو المخزون البدني اللي اكيد الراجل عنده انفو بيه، والحالة البدنية اللي عليها الفرقة بالكامل خاصة العناصر الدولية اللي كانت موجودة في المنتخب خلال الفترات اللي فاتت، عدد مباريات كبير جدا في وقت زمني قليل، ده بيحط ضغوط بدنية على اللعيبة، وده اللي هيحدد الشكل اللي هيكمل بيه سواريش السيزون لحد ما يبقى عنده بري سيزون بقى السنه الجايه ان شاء الله، بدأ قبل السيزون الجديد. مهم جدا ان الراجل وهو بيعمل التاكتيك والبري بلان والاناليسيس بتاعته قبل ما يلعب مباراه الزمالك يحط في الاعتبار السيجمنتيشن وتقسيم المباراه، وازاي اقدر اشتغل وازاي اعمل ده وتاني. الراجل تقسيم 120 دقيقه لو ممكن يحصل طبعا عشان كده الراجل ما اظنش انه هيعمل ده، حتى لو عمل الهاي بريس او ابتدى يضغط من فوق هيعمله الوقت من المباراه، احنا عندنا 6-4 من ال 90 دقيقه، بنتكلم على انه الراجل احنا عملنا ده في مباراه فيوتشر في الثلاث اربع الاولين خلصنا المباراه، فهو اتعلم درس انه انا ما خلصش بدري، ما خلصش مخزون بدني بدري. مع بيراميدز اتاخرت في النتيجه، ما كانش عندي توفيق، ما كنتش موفق، الفرقه بالكامل ما كانتش موفقه، لكن لما حاولت ارجع في المباراه وانا مخزون البدني بدا يستنفذ الامور بقت صعبه. يقينا الراجل تعلم من ده، الراجل ريح اللعيبه امبارح رغم انه كان رافض الاجازات تماما، ريح اللعيبه امبارح عشان يعملوا ريكفري بشكل جيد. اعتقد ان الحاله البدنيه والحاله الذهنيه اللي هيبقى عليها اللعيبه بعد الخساره امام بيراميدز رب ضاره نافعه، خساره بيراميدز هتحط اللعيبه على التراك تاني،
حاله التركيز هترجع جوه الفرقه تاني، ان هم يرجعوا الثقه وينقلوا الجمهور من حاله الشك لحاله اليقين ان احنا ان شاء الله نكون متواجدين بكاس مصر ونكمل في الدوري ان شاء الله. كريم الزمالك.